لا والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده هناخد مع بعض الدرس الثاني للصف الاول الابتدائي، سوره العلق. سوره العلق اخذناها ازاي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في الدرس اللي فات. سوره العلق، قال الله تعالى: اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. يا ترى يعني ايه علق؟ علق يعني دم غليظ. ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان من دم ايه؟ غليظ، جوه بطن مامته، فضل يعني يتكون دم كده جوه بطن مامته لحد ما الانسان ايه؟ اتكون، وبعد كده طبعا بتولده مامته. يبقى اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. تمام، اقرأ وربك الإيه؟ الأكرم الذي علم بالقلم. ربنا ده كريم، وربك الأكرم يعني ربنا كريم، الذي علم بالقلم. كلمة القلم يعني علم الإنسان ربنا بالقلم، يعني ربنا علم الإنسان الكتابة بالقلم، إزاي يكتب القلم زي ما إحنا بنكتب دلوقتي. علم الإنسان ما لم يعلم، يبقى علم الإنسان اللي هو الحاجات اللي هو ما كانش يعرفها خالص. تمام، طيب هنا بيقول لك ما ترشد إليه الآيات، يعني الايات دي بتدل لك على ايه او بتقول لك ايه؟ ان مهم قوي القرايه، القرايه مهمه للانسان، وبتوضح قدره الله سبحانه وتعالى في خلق الانسان. يعني ربنا قادر ان هو يخلقك، وازاي قدرته دي خلت ان هو من دم غليظ جوه بطن مامتك يخلقك، فدي قدره الخالق على خلقك، يبقى ان هو يخلق الانسان الصغير. تمام؟ طيب هنا كمان الايات، اول ايه نزلت على او اي اول سوره نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بتحسك، يعني ايه بتحسك؟ يعني بتشجعك وتقول لك برافو، يلا اطلب العلم، يعني يلا اقرا، يلا اكتب. فربنا سبحانه وتعالى نزل اول سوره هي سوره العلق، اللي هي بتحسك او بتشجعك انك تقرا، علشان بتشجعك على انك انت تتعلم، وبتشجعك على العلم. ده الدرس بتاع النهارده، خلاص بالنجاح يا رب وتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.